صباح الخير على كل مشاهدي قناة المحور ومتابعي برنامج يوم سعيد. احنا النهاردة في جولة من داخل ديوان محافظة الإسماعيلية مع جهاز حماية المستهلك برئاسة الأستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ومعالي محافظ الإسماعيلية لواء طيار أكرم جلال. احنا النهاردة هنكون في جولة لضبط الأسعار وضبط الأسواق والتأكد من وجود السلع الأساسية، كل ده هنشوفه النهاردة من خلال فقرتنا. سيادة المحافظ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فضل. في ظل الحملات اللي حضرتك بتقوم فيها دلوقتي وبترعاها الوزارة، إيه مدى تأثير الحملات دي على ضبط الأسواق مع كمان جهاز حماية المستهلك؟ أولا أنا برحب بجهاز حماية المستهلك في إسماعيلية وبقول إن هو دور مكمل لينا ومهم قوي. إحنا بنبذل مجهود في موضوع الحملات عشان نقدر نظبط الأسعار والأسواق. تواجد جهاز حماية المستهلك معنا في إسماعيلية بيقدر يقيم الدور اللي بتلعبه المديريات، سواء مديرية التموين سواء مديرية الصحة أو الطب البيطري، ويدينا تقييم كويس قوي في الزيارة دي كده على جميع المراكز والمدن اللي هيعدي عليها، ويقدر نقدر نقول إحنا إيه اللي ناقصنا عايزين نكمله أو إيه أي تصحيح محتاجينه في مجهودنا اللي بنعمله، لأن إحنا أوريدي في يوميا حملات بتطلع من الجهات دي كده كلها لجميع الأسواق في إسماعيلية كمحافظة يعني. طب ازاي بيتم التنسيق بين المحافظة وجهاز حماية المستهلك؟ من خلال معالي ابراهيم والمكتب بتاع جهاز حماية المستهلك اللي هنا، وبينطلقوا في حملات يعني شبه يومية ما بين حملات في الفجر وبالليل على جميع الاسواق وعلى جميع المحلات عشان نقدر نشوف السلع الاستراتيجية بتاعتنا، ضبط الاسعار بتاعها يبقى عامل ازاي، الاسواق نفسها شكلها يبقى عامل ازاي. حضرتك مش شايف ان ده بين جانب مظلم من بعض التجار، خلينا نقول بعضهم؟ هو احنا عايزين نقول ان احنا والتاجر في مركب واحد، يعني قد يكون التاجر ما عندوش وعي بما يعني المفروض ان هو يتم، فبالتالي احنا بنوعي التاجر من خلالنا. جهاز حماية المستهلك هيوعي التاجر، وانا اتكلمت ان هي دي الرؤية الجديدة في الرقابة، مش رؤية امنية فقط. احنا عندنا لو بنتكلم جهاز حماية المستهلك، احنا عندنا جهاز ومستهلك اللي في النص الحماية، فاحنا لازم التاجر يكون معانا، المستهلك يكون معانا، الجهاز يكون معانا عشان يبقى عندنا رؤية شاملة ازاي اقدر اضبط اسعار واضبط اسواق في هذه المنظومة. طيب حضرتك شايف ان ضبط الاسواق ده ممكن ياخد مننا قد ايه فرصة علشان نقدر نوصل للاستقرار؟ طبعا احنا ملاحظين ان في بالفعل سلع بدأت تستقر، لكن الاستقرار الفعلي او الاستقرار التام حضرتك شايف ان هو ممكن يحصل امتى؟ اول ما يحصل فيه يعني availability، يعني اتاحة للمنتج خلاص، ريزنبل برايس يعني سعر مناسب للشحن، في الوقت ده هيحصل استقرار. زائد سلوك المستهلك اللي احنا دايما لازم نوعي المستهلك انت مطلوب منك ايه، لان انت جزء من هذه المنظومه. انا بقول لو الحاجات دي اتحققت احنا هنحافظ على يعني هنحقق الاستدامه في موضوع يعني ان الاسعار يبقى ليها مارجن معين، ما اقدرش اثبت سعر واحد ولكن الاسعار هتتراوح من الى، وده اللي احنا بنهدف عليه، سواء ان احنا بننوع الاسواق بتاعتنا او بننوع المنتجات وبنفتح في الاماكن القريبه من المستهلك نفسه، وكثره العرض كمان برضه دي بتخلي يكون في استقرار اكتر. اكيد استقرار وهيظبط السعر، لانه احنا السوق عرض وطلب مفيش. طيب التاجر بعد ما بينزل جهاز حمايه المستهلك وينبهه مره واثنين وثلاثه، ولو استمر على نفس الوضع بياخد اجراء معاه، بس احنا بنعتمد برضه في سياستنا برضه سواء في المحافظه او برضو نفس الفكر اللي هو موجود مع الجهاز، ان احنا نوعي التاجر. وكنا احنا غالبا يعني مع مديريه التموين احنا كنا بنرصد الافران الاسواق اللي فيها مشاكل ونزل عليها حمله واثنين وثلاثه واربعه علشان نوعيه وننبهه، في الاخر ويحس نروح وجود نقول له متشكرين انت اتحركت من النقطه دي وصلت للنقطه دي حافظ على المكان، فبالتالي احنا بنكسب معانا التاجر ما بنعدهوش. ايوه علشان يبقى في يعني ايه السياسه ان هو شريك معانا في عمليه ضبط الاسعار وليس يعني عدو لينا كجهاز تنفيذي. بما ان حضرتك معالي المحافظ الاسماعيليه، حضرتك شايف المحافظه هتبقى عامله ازاي سياحيا، او خطه حضرتك للمحافظه سياحيا؟ هو اسماعيليه فيها زي ما نقول كده بوتنشلز كتيره، يعني دايما بقول اسماعيليه قريبه من كل حاجه كويسه، علشان كده بيقولوا عليها سياحه اليوم الواحد. فيها سياحه اليوم الواحد، واسماعيليه احنا بنتجه ان هي تبقى مدينه صديقه للبيئه،
في عندنا خضره كتير، شجر كتير، الناس محبه للخضره والاشجار والحدائق. فانا ان شاء الله يعني نفسي اسماعيليه تبقى صديقه للبيئه، تحط فيها الاقتصاد الاخضر، ندعم سياسه اليوم الواحد، السياحات العلاجيه مهمه جدا وان شاء الله هنشتغل عليها الفتره الجايه. حاطين اسماعيليه 2025 ده تبقى عاصمه للثقافه والفنون ان شاء الله. يعني حاطين لها شويه كده خطط واعده، خطط كتيره ان شاء الله. اتشرفت بحضرتك جدا معالي محافظ الاسماعيليه لواء طيار اكرم جلال. شكرا لحضرتك جدا يا فندم. شكرا، اشكرك. السيد الأستاذ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية نحب نعرف من حضرتك الهدف من الجولات الميدانية اللي بتحصل دلوقتي، وإيه هي آليات الجهاز للحفاظ على الحملات دي في استدامتها؟ طبعا أنا موجودين النهاردة في الإسماعيلية، بشكر مع الوزير المحافظ وبهنيه على اليد القومي للمحافظة. الهدف حضرتك بتقول إن الهدف إيه من الحملات؟ احنا ده اعتقد دي خامس او سادس محافظة احنا بنزورها، عندنا زيارات ميدانية لكل المحافظات، عندنا خطة ان احنا نتابع الاسواق وضبط الاسواق والاسعار. في خطاب تكليف الحكومة كان من ضمن المحاور الاساسية للحكومة هو ضبط الاسعار، فاحنا في سبيل ذلك ان احنا بنتوجه ان احنا بنعمل رصد كامل للاسعار داخل كل محافظة في الاسواق. النهاردة احنا موجودين عشان نعمل رصد في داخل محافظة الإسماعيلية بمراكزها، موجود معانا 40 مأمور ضبط قضائي، دول هيعملوا مسح شامل وكامل للمحافظة بحيث ان احنا نقف على كل المشاكل الموجودة والتحديات اللي بتقابلنا. الهدف الآخر ان احنا في قرار طلع من دولة رئيس الوزراء خاص بالسلع الاستراتيجية، السبع سلع اللي هي السلع اللي بتهم المواطن المصري. القرار ده احنا الهدف منه هو إتاحة السلع ومنع حجب هذه السلع عن الجمهور. لازال بعض التجار رغم كل الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة وجهاز حماية المستهلك برضو بيحاولوا ان هم يرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، ايه الإجراءات اللي بتقوم بيها اللي بيقوم بيها جهاز حماية المستهلك لصد هذا الموقف منهم؟ انا بشوف انه يعني اسهل طريق واسرع طريق انه الاسعار تستقر هو ان يبقى عندي اتاحه وعرض كتير. هو ده لما الاقي منافسين بيبيعوا باسعار مختلفه، انا كمستهلك هروح او كمواطن هروح اجيب من اللي سعره منخفض. وبالتالي بوصل رساله للي هو بيستغل الظروف وبيحاول يزود الاسعار، بوصله رساله ان انت مش هتبيع، وبالتالي لازم تنصاع داخل منظومه المنافسه العادله. فأنا بشوف أنه الإتاحة مهمة جدا مع المراقبة الجيدة من الأجهزة الرقابية، اللي احنا بنشوف أنه في بعض الأوقات التكلفة السعر بيبقى مبالغ فيه في بعض السلع، احنا بنوجه ده وبنحاول بقدر الإمكان نشوف بدائل. أنا إنتاجي لو إنتاجي قوي وكبير ده بيعمل استقرار في السوق وفي استقرار في الأسعار. فإحنا محتاجين الفترة الجاية إنه العرض لما يبقى موجود والبضاعة موجودة على الرفوف هتلاقي التجار نفسهم بيتسابقوا منهم يخفضوا عشان يقدروا يبيعوا، عشان دورة المنتج تشتغل معهم والأرباح تشتغل معهم. فأنا بشوف حتى كمان إنه التاجر اللي بيبيع بسعر عالي فأنت مش هتبيع كميات كتير، إنما التاجر اللي بيبيع بسعر مناسب فالناس هتقبل عليه، وبالتالي فإحنا الكمية المبيعات هتزيد وبالتالي أنت نفسك كتاجر أرباحك هتزيد. التواجد الميداني اللي موجود دلوقتي في جهاز حماية المستهلك برئاسة حضرتك طبعا ده غير معهود، هل في خطة حضرتك حاططها للجهاز للسير عليها؟ طبعا بالتأكيد دلوقتي احنا عندنا التحديات دي جديدة على المجتمع المصري بالزبط. والأسعار دي والانفلات في الأسعار وعدم يعني ثقة التاجر في الأجهزة. احنا المفروض احنا في الفترة الجاية التواجد بكثافة في الأسواق، متابعة الأسعار، متابعة كمان السلع المنتهية الصلاحية، دي من أخطر الأشياء اللي كتير من التجار ما بياخدوش بالهم منها.
فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا التواجد مهم. انا عندي 24 فرع على مستوى الجمهوريه كل يوم بينزل يشتغل يعمل يرصد اسعار ويراقب على المخالفات او بيحاول بقدر الامكان المخالفات اللي هو بيظهرها في كل حمله. بنودي طبعا النيابه العامه كتير محاضر كتير. عندنا الشكاوي مثلا على سبيل المثال لو انا حبيت اتكلم عليها هتكلمي في الشهر مش اقل من 20 ل 25 الف شكوى بتيجي لحمايه المستهلك. ايوه طبعا جزء الرقابي جزء الرقابي ورصد الاسعار وانضباط الاسواق ده جزء احنا بنشتغل فيه. الجهاز كمان بيشتغل في حل المشاكل والشكاوى اللي هو المستهلكين بيتقدموا بيها. عندك مشكله في غساله، عندك مشكله في ثلاجه، عندك مشكله في سياره، عندك مشكله في اساس، ده شق تاني احنا بنشتغل عليه برضه. فانا شايف ان احنا عندنا خطه واضحه خلال السنه ان شاء الله هنحاول نحققها. استاذ ابراهيم السجيني رئيس جهاز حمايه المستهلك، اتشرفت بحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. وبكده تكون خلصت جولتنا من محافظة الإسماعيلية، وتقابلنا مع محافظ الإسماعيلية والسيد رئيس جهاز حماية المستهلك. وزي ما شفنا في جولتنا النهاردة تفقدهم الأسعار والأسواق والتأكد من وجود السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. وبكده تكون انتهت فقرتنا، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من برنامج يوم سعيد.